السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نعمل أريه على شكل دائري. طيب أول حاجة هعملها هرسم أي شكل من بورد. أول ما عايز أرسم مثلا الشكل دوت أهو، تقدر تعمل سيلكت على العنصر وأقول له اعمل لي أمر موف، تقدر تحركه زي ما أنت عايز بالشكل دوت. طيب بعد كده هاجي هنا واروح امر درافت واختار ان انا هعمل، خلينا نشوف 3D بالشكل دوت. اقول انا عايز اري، او اعمل اري بس اللي هو مستطيل يعني اكس واي، فانا هقول له لا انا عايز اغيرها من اورثو لبولر، وبعد كده اختار الشكل دوت تاني. وبعد كده عددهم كام، نقدر نخلي مثلا 7 يبقوا بالشكل دوت زي ما انت شفتهم من فوق بالشكل دوت. طيب كده احنا عملنا الري. خلينا نرسم مثلا مستطيل، نرجع تاني هنا لبارت وقول له ارسم لي مستطيل. المستطيل دوت اقدر اتحكم فيه الابعاد بتاعته، اقول له مثلا خليها 50 اي 50 بالشكل دوت. هنقل له دلوقتي البوزيشن بتاعه، ممكن اغير الماس بتاعه اخليها مثلا 20، مثلا 20 او 30. وبعد كده هعمل سيلكت للكيوب والاري، وبعد كده هقول له اطرح منهم، فيبدأ يطرح لي الشكل دوت من الشكل ده، فيظهر عندي حاجة بالشكل كده.